نعود إلى الأوضاع في اليمن، وينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ محمد الصالحي، رئيس تحرير جريدة مأرب اليمنية. أستاذ محمد، أهلا بك معنا في أون لايف. إذن هل هي حلقة جديدة في مسلسل أصدقاء الأمس هم أعداء اليوم بين علي عبد الله صالح وبين الحوثيين؟ ما جديد الأوضاع على الأرض إثر هذه الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين؟ هي طبعا الحرب اللي يعني كانت مؤجله، الحرب التي تأجلت اكثر من فتره واكثر من يوم، اندلعت يوم امس بشكل دراماتيكي وبشكل سريع جدا. ندرك جيدا الخلاف الديجي والفكري الموجود بين جماعه الحوثي وعلي عبد الله الصالح. هناك تباين، هناك اختلاف وجهات النظر، هناك كل طرف لا يأمن الطرف الاخر. ما يحدث من تحرشات قامت بها جماعه الحوثي ضد انصار علي عبد الله الصالح في اكثر من 6 اشهر، وكان هناك صبر وكان هناك محاوله تهدئه الوضع، لكن ما حدث يوم امس كان بشكل مفاجئ. احد الانباء تحدث من صنعاء حتى الان ان هناك سيطره كبيره لجماعه علي عبد الله الصالح على المرافق الحكوميه وعلى مؤسسات الدوله في صنعاء، وهناك انتشار كبير لجنود الحرس الجمهوري المواليه علي عبد الله الصالح. حتى الان لم تتضح الرؤيه بشكل كامل في صنعاء. هل فعلا يستطيع علي عبد الله الصالح من خلال ما تبقى لديه من الجنود ومن فرق عسكرية سيطرة وإحكامها على صنعاء؟ ندرك جيدا من جماعة الحوثي لديها إمكانيات كبيرة جدا، وقد قام علي عبد الله الصالح في الفترات السابقة بتسليم الوحدات العسكرية والمؤسسات الدولة والتواطؤ مع ميليشيات الحوثية في تسليم تلك الوحدات إلى جماعة الحوثي. لكن الأنباء حتى الآن الواردة من صنعاء تحدث أن هناك سيطرة شبه كاملة خصوصا في جنوب صنعاء، المربع الذي لم يستطيع جماعة الحوثي في الفترة الماضية من اختراقه. طيب أستاذ محمد، يعني منذ فترة وهناك نوع من التوتر، ويبدو أن العلاقات ما بين الحليفين لم تعد على نفس الصفاء، يعني ما هي الاختلافات الجوهرية وما الذي أدى إلى هذا الخلاف بين الحليفين؟ كما قلت هناك تباين كبير جدا في وجهات النظر بين الطرفين. هناك اختلاف أولا عقائدي ومذهبي وطائفي وفكري بين جماعه الحوثي تعتمد بشكل كبير على نظريه الاصطفاء الالهي وعلى نظريه الحكم انهم هم اصحاب الاولويه في الحكم، ولكن جماعتهم مصلحه واحده في وقت ما. سيد محمد، نعم، جماعتهم كان ضد طرف اخر وهو الطرف الشرعي في الحكومه اليمنيه، وجماعهم الانقلاب ضد، ولكن مع طول فتره الحرب ومع التباين في تلك المصالح وتقاسم الكعكه، مع انها كعكه صغيره جدا ما يقوم به في صنعاء، لكن لم تتسع الكعكه للطرفين، فلا بد من اقصاء احد الاطراف للطرف الاخر، لان صنعاء وموارد صنعاء والمحافظات المحتله حاليا لا تكفي جشع وطمع الحوثيين او جماعه علي عبد الله صالح. طيب برأيك يعني إلى أين سيؤدي هذا الخلاف؟ إلى ما سيقود؟ وكيف يمكن أن ربما يخدم قوات الشرعية هذا الخلاف ما بين الحليفين؟ طبعا كان قبل أسبوع أو أسبوع ونصف وجه الفريق علي النحت الأحمر نائب رئيس الجمهورية رسالة مهمة جدا إلى المؤتمرين أنصار علي عبد الله الصالح، قال أن عليهم أن يكثروا عن خطأهم الذي وقعوا فيه في 2014 عندما ادخلوا جماعه الحوثي الى صنعاء، وقال عليهم الانضمام للشرعيه والتكفير عن سيئاتهم. اذا كان هناك جديه من علي عبد الله صالح وهناك محاوله من تكفير ما قام به من اختراق وهدم مؤسسات الدوله اليمنيه وتسليمها لجماعه عنصريه مذهبيه تدار من طهران، على تلك الاجنحه في المؤتمر الشعبي العام ان تبادر بشكل كبير الى الائتلاف مع الشعب اليمني. الشعب اصبح هناك ثوره جياع، فعلا هناك ثوره جياع في صنعاء. ما قام به اليوم والبارحه من خروج كثير من المواطنين يحملون السلاح ضد جماعه الحوثي ليس هم موالين علي عبد الله صالح بشكل كبير، ولكن هي ثوره جياع ضد ما قامت به جماعه الحوثي من قطع الرواتب ومن ممارسه الظلم والاعتقالات والقتل الممنهج ضد ابناء اليمن بشكل كبير. واضح، نعم. شكرا لكم، تمانا عبر الهاتف السيد محمد الصالحي، رئيس تحرير جريده مأرب اليمنيه.